ناكد النقطه اللي كنا بنتكلم فيها احنا الاثنين انا ونهاوند في اول حلقه النهارده، اهميه الاعارات، فكره ان انت يبقى عندك خط الانتاج ده اللي حضراتكم طبعا بمنتهى الكفاءه متولين مسؤوليته، بيخرج لعيبه زي الفل، ولكن في كتير من الاحيان ما بتكونش عندهم فرصه كبيره ان هم يشاركوا في الفريق الاول نظرا لوجود يعني كتيبه كامله على اتم الاستعداد، فده احسن تصرف تجاههم بتهيألي فكره ان هم يطلعوا ينضجوا يستووا بره ويجولنا نقطف بقى الثمار بتاعتهم بإنجاز التعبير. يعني بقول لحضرتك يعني تكمله لكلام حضرتك واستاذ نهوان طبعا ان الفكره دلوقتي او الطريق اللي هو واخده مجلس اداره، طبعا انت عارف ان حضرتك النادي الاهلي ما بيشتغلش بحاجه عشوائيه، مجلس اداره طبعا بتخطيط بحاجات كتيره جدا. فكره الاعراض دلوقتي بالنسبه للعيبه اللي موجوده، لان ما شاء الله النادي الاهلي في لعيبه كتيره موهوبين ولعيبه كتيره كويسه جدا، وطبعا في عرف كوره مش كل الناس ديت هتقدر ان هي تاخد فرص في الفريق الاول. ف نتائج الاعراض ديت احنا بنشوف دلوقتي مثلا محمد عبد المنعم، عبد القادر، كان قبلها اكرم توفيق، يعني في لعيبه كتيره جدا خرجت اعارات ورجعت تاني النادي الاهلي زي ما بيقولوا بلغه الكوره استوت بره، خدت سنه او سنتين بقت متمرسه في على البطوله بتاعت الدوري العام والكلام ده كله، وبيرجع لك تاني للنادي الاهلي. ففكره ان انت تطلع الاعراض ديت للعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لان الكم كبير ما شاء الله ما شاء الله، يعني لعيبه كتيره ولعيبه كتيره مميزه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فهات لي فرقه دلوقتي مثلا في الدوري الممتاز كله ما فيهاش لعيبه من النادي الاهلي، سواء كانت اعاره او سواء كانت صحيح. مثلا ما كانش ليها نصيب ان هي تكمل في النادي الاهلي والكلام ده كله. فالفكره دلوقتي الحمد لله رب العالمين ان مجلس اداره والقطاع الناشئين طبعا كمستر مايكل بروكيتش وكابتن خالد بيبو مع مجلس اداره طبعا وكابتن حسام طبعا متولي كمان الملف دوت بشكل كويس مع شركه الكوره، اول ما كمان تستلم هتبقى الامور هتتحسن اكتر واكتر بامر الله طبعا. فاحنا شايفين إن او الناس شايفه او اللي متابع النادي الاهلي كويس شايف ان في الخط دوت ماشي في اتجاه سليم كده. بالظبط بالظبط. حلو جدا. بص يعني كابتن حسين احنا عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله، بس بما ان احنا اتكلمنا عن اللعيبه وبديناها بهذا الشكل، يعني خليني اروح بقى ليه هنا ماتش امبارح والتميز اللي كان عند مكسيوني بصراحه، والمقارنه اللي كانت ما بينه وما بين فلافيو، والمقارنه ما بين الحاله بتاعت فلافيو زمان مع الاهلي وحاليا مكسيوني او اي لاعب اخر، والضغوط مع